ما استفدت لا من المحل ديالو ولا من الحراسه. هاد الناس كيمارسوا علينا التهديد اللفظي، التهديد اللفظي، ولا عندنا الارهاب النفسي تما. الويد شاعت الويد ديت مارس على الارهاب النفسي. تخيل معايا انسان حساس باللي وكيجي بنهار يبقى يمشي بالموطور ويجي عند المقاطعه تبعنينا تبعنينا كيبهدلو. ولكن هاد الناس تيحاربوا، هاد الناس خونا، هاد الجمعيات تيخونوا الثقه ديال صاحب جلاله الملك، ماشي يقوموش بالواجب ديالهم اللي هو خصهم الانساني. وكيبات حساس اللي كان على 20 درهم 30 درهم كياكل منا ويشرب منا، تبقى ودي كنصبر باش النهار تبقى ودي التقاعد ديالي انا هو هاد الاستفاده. 43 عام ديال العسه راه عمر ديال داك القائد وعمر ديال داك المسؤولين كاملين. هذاك زروان كي قال عاود لي با قال لي كان هو عنده حانوت، كنعرفو عنده حانوت شنو بغا، واحد عنده حتى ولا عنده هو واحد ومرته واحد وعلم الله قال لك شي ثلاث الحوانت اربعه الحوانت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكنشكركم وكنشكر صوت العدالة على هذه الزيارة هذه، وكنشكركم وصوت العدالة راه صوت العدالة اسم على مسمى. وكيف ما شفتوا الحالة الأب ديالي راه حالة من ضمن كثير ديال الحالات، ولكن أنا هذه الحالة الوالد ديالي أنا عينتها شخصيا بحكم أنني كنمشي كنمارس مع الوالد ديالي المهنة ديال الحراسة الليلية اللي هو الوالد ديالي معروف في المنطقة ديال سلا كاملة. الناس ديال سلا كامل كيعرفوا شمان راه حساس في السوق، كلشي كيعرفوا وكيعرفوا بالمعقول ديالو وبالامانه ديالو وبالصدق ديالو. الوالد ديالي ماشي من داك النوع ديال الناس اللي كيدير داك الحوايج اللي كيديروا دوك الناس في السوق، كيحاولوا انهم يستغلوا الناس ويستغلوا دوك الناس البسطاء. الوالد ديالي رجع اللور من لقيت اللي كانوا كيبنيو اللي كانوا كيهدموا، جاوا عند الوالد ديالي وهضروا معاه وصوروه وكل شيء مع الحانوت ديالو، وتهدم الحانوت ديالو بالاذن ديال السيد القائد، والقائد اللي عطاه الاذن باش يبني، والقائد اللي كان تيقول الوالد ديالي انت راك غادي تستافد. مع العلم انني انا مشيت كنقلب على سميتو على اللامين ديال الخضاره، كنقلب على اللائحه ديال الوالد ديالي، كنلقى الوالد ديالي غير موجود في اللائحه بتاتا. جات لي عند الوالد ديالي للدار انا قلت له بابا انت راه ما كاينش في اللائحه ديال الناس اللي غيستافدوا، واخا بنيتي واخا عندك الحانوت ديالك راه انت واخا محصيش حال معاهم، ولكن هذا الاحصاء الاخير راه انت راه ما كاينش من الناس الاستفاده. الاحصاء لا بديت سوق الصالحين. سوق الصالحين. الوالد ديالي حيت الوالد ديالي كان من قلت لك كيف ما كتعرف راه من 1977 هو كيزاود المهنه هذه، وهو من ابناء ديال السوق. كيف ما كيقولوا واحد المثل عندنا الشعبي في السوق، يعني الطوبه ملي كتولد كيعرفوا شحال كتولد. الوالد ديالي راه عايش في السوق وكينعس في السوق وكابر في السوق، حنا كبرنا من السوق، حنا خوتي كاملين يعني عشنا من هذا السوق. وباقي والدي دابا هذاك هو المدخل الوحيد اللي عنده دابا اللي كيعيش به الوالد ديالي، وراه هو لان الوالد ديالي عنده السكر وعنده هذاك يعني كيستهلك بزاف ديال الفلوس وداك الشيء تيخسر، هو عايش بداك السوق. فاذا بك نتفاجئ بواحد واحد 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 اللعبه، واحد اللوبي خطير عندنا في داك السوق، لذاك اللوبي اللي هو استغل الضعفاء واستغل من ضمنهم الضحايا. هو الوالد ديالي اني اكبر ضحيه في داك السوق هو الوالد ديالي، ما استفدش لا من المحل ديالو، ودابا حاليا كيضغطوا عليه بعض اللوبيات في السوق كيقولوا له غتسني لنا التنازل باش انت تستافد من المحل ديالك. انا تنقول لهم التنازل جيبوه لي مكتوب باش نعرف لمن غنسني هذا التنازل. بغيت نعرف واش غير كنت غنسني لهاد الشركه ولا غنسني للعامل ولا غنسني للمقاطعه، ولا بغيت نعرف انا هذا التنازل ولا الجمعيه، بغيت نعرف انا هذا التنازل تيقولوا لنا غنسنيه. بغينا انا كنطلب غير مطلب واحد، طلب واحد كنطلب هو السيد العامل. كنعرف انسان نزيه وانسان معقول وكان الناس كيشكروه، السيد انسان الله يعمر ليه الدار. بغينا هذاك السيد يدير لنا واحد الحل، حنا راه ماشي غير واحد، راه العساسه كاملين تقريبا تضروا بهذه المساله هذه، ولكن هو يدي عنده حاله استثنائيه ما استافد لا من المحل ديالو ولا من الحراسه. هاد الناس كيمارسوا علينا التهديد اللفظي، التهديد اللفظي، ولا عندنا الارهاب النفسي تما. الوالد شاعت الوالد ديالي تمارس عليه الارهاب النفسي، لدرجه انه راه الوالد ديالي عنده واحد المرض كما قال لكم ديال الجلد ديالو، تيقول له الطبيب ما خصكش تعصب. وعصبوا القائد لان مده شهر هو كيهبط لعنده كل نهار، تيقول له اجي عنده، كيمشي تيبقى من الجوج وتيعس بالليل. تخيل معايا انسان حساس بالليل وكيجي بنهار يبقى يمشي بالموطور ويجي عند المقاطعه تبعنينا كيبهدلو بهدلو على رزقه. والغالي في الامر ملي كيكونوا شي مسؤولين ديال العمل تيكونوا واقفين وشي قناه تنهضر معاهم القايد كيجي يقول لا انت راه غتستافدوا، انتوا محلكم راه كاين، راه هذا هو الغالي في الامر. دابا انا كنطالب من السيد القائد الا كنتي عارف بان الواد ديالي غيستافد، عطينا خويا الاستفاده ديالنا نشوفوها، وعطينا وشي قناه بحال الواد ديالي. دخلنا عنده القاعه نهار كانوا الناس كيفرقوا المزايد، دخل بالقاعه زرع عليه موس القاعه كيهضر معاه زرع عليه القائد
وبقى فيا الحال بقيت كنبكي وداب السمعه تما بقيت كنغوش انا وياه تما كنت عشت دري على با من القاعه علاش حق الزريع من القاعه وكانوا المسؤولين ديال المشروع كاملين كانوا حاضرين والناس ديال دي اس جي والناس ديال هذا كانوا حاضرين وشافوه هما جاوا شدوني وسكتوني قالوا صافي ولدي اجي عندنا غدا العمل وغادي نلقاو باك الحل تاعو مشينا لغدا العمل جاو عندي نفس الوجوه اللي كانوا اللي جاوا سكتوني قالوا يا سير اخويا دير الشكايه ديالك واش نشوفوا شنو غادي يوقع درنا الشكايه ديالنا للسيد العامل ها هي كما كتشوفوا حنا سيدي حنا ماشي ناس فوضويين حنا ناس ترفيش فوضى حنا ناس مربين على الطاعه والسماع اي حاجه دار سيدنا ودار القانون حنا معاه حنا بغينا هذا السيد هذا الاب ديالك اللي هو من المؤسسين ديال سوق الصالحين عرفتي كلمه مؤسسين سوق الصالحين يعني راه من 1977 يعني راه الناس اللي اسسوا السوق كان كيخلي الوالد قال لي واحد الوقت ولدي باش كنتحرق السوق قال لي الخوا وكيبات كعساس اللي كان على 20 درهم 30 درهم كياكل منه ويشرب منه وكا ودي كنصبر باش النهار تقول لي ولدي التقاعد ديالي انا هو هذه الاستفاده ويدي راه خصو يجلس شحال معاه خصو يجلس من الخدمه لان عيان تيقول لك ودي خليني نصبر باش واحد النهار ودي ملي غنستافد وما نضيعش ودي في المحل تاعي فاذا بنا كنتفاجئوا بان واحد الخطه دارت على الوالد ديالي عساسه كاملين يستافدوا من المحل باش يقول لي زعما الحاله الوالد ديالي هو الواحد هو صاحبه اللي كيخدموا في الجناح ديال الخضار والفواكه الوالد ديالي والدواجن هو اللي تيعسف وجود الناس الوالد ديالي وهذا وكاين معنا واحد السيد بوسلام حتى هو صاحب الوالد ديالي المهم هذوك الناس راهم استافدوا من المحلات ما عندوش مشكل في المحلات الوالد ديالي الوحيد اللي ما عطاوش المحل انا سمعت من بعض المصادر الناس قالوا بان الوالد ديالي ما بغاوش يعطيه المحل باش يخليوه يعني واحد الورقه ديال الضغط عليه باش يسنيهم التنازل على العسه لان على حسب العلم ديالي دخل واحد الشركه تما حنا ما كنعرفوش شكون هي الشركه وما تفاوضاتش مع الوالد ديالي ومع الاساس اللي هما ضربوا 50 عام كيضرب 60 عام كاين اللي جدو كان تيعسم في السوق يعني تقدر الشركه غادي تستغنى على الاساس اللي فين كانت هذه الشركه شحال من عام كانوا الناس كيدخلوا بالجناوة تما على عباد الله كيبغيو يديروا رزقهم فين كانوا هذا عسام الوالد ديالي كيدخل بشحال مشاكل كثيره كانت في ذاك السوق كان غير قصدير وكيتعرض الوالد ديالي يوميا تما للتهديد راك عارف السوق كيف كان السوق كان يعني فيه غير الناس غير الخايبين وكان الناس وكان الوالد مأمن لهم السلعه ديالهم فين كانت الشركه شحال مع عام جات الشركه تعوضت الناس هادو بغيتي تدخلي على المشروع دابا من لو المشروع ملكي وداك الشيء مصبغ والبيبان ديال الحديد غتدخل الشركه فين كانوا الناس شحال مع عام شنو غادي يعوض هاد الناس هادو ويدي دابا ضارب اكثر من 50 عام شحال ضارب لبان مع عام في العسه انت دابا 43 عام ديال العسه 43 عام ديال العسا راه عمر ديال داك القائد وعمر ديال داك المسؤولين كاملين هذاك زروال كي قال عاود لي با قال لي كان كنشبع عنده قهوه وعنده محل ديال الفواكه قال لي كان كيجيبوا با كيتقهوى عندي قال لي كنت كنعطيه جوج دراهم تاعي داك زروال كبر دابا في الخوط عن با في الحق ديالو هذا زروال الا كنت انت كرئيس جمعيه اول حاجه ورينا من الانشطه ديالك شنو هي هو انك خصك تدافع على الحقوق ديال الناس ديالك وكنت رئيس جمعيه على حق ما غيسيري هذا المشروع تتكون جبتي حق ديال كل واحد معك في الجمعيه هو يدير عضو فيها وعنده بطاقه الخيرات واخا هاد الزروال شكون هاد الزروال هاد الزروال رئيس الجمعيه ديال راسو رئيس ديال سوق الصالحين ديال سوق الصالحين كان سوق الصالحين دابا ولا السوق ديال المنافقين هذا السوق ديال المنافقين هذاك رئيس الجمعيه تيخدم المصالح الشخصيه ديالو خدا حوانت ليه هو اصلا كان ما عندوش كاع حتى حانوت با عطاه واحد القايد عطاه واحد الحانوت استفد منه كان هو عنده حانوت كنعرفو عنده حانوت في البار واحد اللي عنده تولى عنده هو واحد ومرته واحد وعلم الله كلك شتا هاد الحوانت اربعه الحوانت رئيس الجمعيه كيستخدم السمسار هو واللوبي ديالو عندهم واحد اللوبي معروفين في السوق راه شوف راه حنا ان شاء الله وجدنا واحد المسائل ما كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي راه وجدنا المسائل ديالنا كامله ودرنا واحد التقرير كبير فيه الاسماء والناس اللي اخترقوا والناس اللي داروا خروقات في السوق والحوانت اللي تزادوا والحوانت اللي ما كانوش كاع تبناو حنا شوف حنا كنباتوا في السوق وعارفين شنو كاين هذاك الناس حنا ما بغيناش نهضروا كاع حنا تبعنا المسائل القانونيه حنا ما بغيناش نهضروا اللي عطاو سبعه الله يسهل عليه اللي خدا ثمانيه الله يسهل عليه حنا بغينا غير حانوت ديالنا ما بغاش يعطيو لينا مردوا بو مردوني انا براسي باقي صغير دابا وحس براسي راني مرت قسما بالله الا مرت لاني واش كنح ما عرفتش واش يعطيوني اللجوء في شي بلاد نمشيو ليها وما عرفتش شنو راه حنا في دوله الحق والقانون صاحب الجلاله الله ينصرو جا عطانا شرف بينا لانه هو كنعتبره ولد مدينتنا هو كنعتبره الملك محمد السادس واحد منا واحد من 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 من, 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 من عرف بان داك السوق الناس مكرفصين فيه كيدوز الطوموبيل شاو عارف داك القنش فيه الريحه خانزه عارف بان داك الناس مكرفصين في داك السوق حن علينا وجا واحد اخر بدون ما يجيب حق وقانون نزع علينا حق شرعي حق شرعي حنا ما كنطلبوش شي حاجه ما كايناش حنا بغينا غير حق الوالد ديالي واخا خويا شنو الرساله ديالكم لمن تتوجهوا انا رسالتي كنطلب باجتماع فوري من السيد العامل جلسوا مع السيد العامل ومع السيد القائد المنطقه والمشرفين على المشروع وهذا رئيس الجمعيه بالضبط
بغينا نجلسوا معاهم سيغ طابل، بغينا نجلسوا معاهم في العماله ولا في اي ولا في المركز الجمعيه ديال هذا السيد اللي كيدعي ان عنده جمعيه، نجلسوا معاه في الجمعيه حنا كاعضاء فيها، بغينا نجلسوا نحلوا هذا المشكل اداريا. حنا ما حنا ماشي لقاء كامل بحضور ديالكم وبحضور بحضور ماشي غير حنا، ماشي غير حنا كاينين عساسه كاملين، بغينا نتجمعوا الا سمحتوا لينا نحضروا معاكم باش مرحبا بكم اخويا واجي مرحبا، بغينا نحضروا، بغينا داك الشيء يكون هكا، يكون على مباشر وتكون الديمقراطيه وما يكونش يكون رئيس الجمعيه ويكون مسؤولين على المشروع ويكون السيد العامل ونحطوا النقاط على الحروف. حنا ماشي ناس ديال الخارجين على القانون، حنا بغينا نجلسوا معاهم في الطابله، انا ما بغيت نحتج، ما بغيت نتظاهر، ما بغيت ندير حتى شي حاجه، تبعنا المسطره القانونيه، درنا الشكايات، درنا المسائل القانونيه، بقى لنا دابا الا حل واحد هو اننا درنا معاكم هاد الاستجواب وجيتوا عندنا وكبرتوا بينا، الله يكبر بكم صوت العداله، وراكم مشكورين على هذا العمل هذا. وكان طالبوا من السيد العامل اللي هو يعني انسان معروف وكيف ما معروف يعني في مدن اخرى ان انسان نزيه، بغينا هاد النزاهه ديالو بان معانا، وراه باقي ما يتقال، راه باقي ما يتقال، راه اللي كان هذا الحوار اللي بيني وبينكم راه ما قلتش الا ضره من داكشي اللي في قلبي. حنا ما بغيناش نهضروا في شي مواضيع اخرى لان ما جاش وقتها وغيجي وقتها، حنا بغينا الامور تصلح، حنا بغينا مدينه سلا تطلع، بغينا مدينه سلا تنقى كيف ما بغى جلاله الملك، بغاها تنقى، بغينا سلا بغاها تنقى، وبغينا الدراري ديالها يتصوفاو، بغينا ولاد ما بقاوش ضايعين، بغينا جلاله الملك دار واحد الرؤيه، عنده واحد البعد تنموي، ولكن هاد الناس تيحاربوا، هاد الناس خونه، هاد الناس كيخونوا الثقه ديال صاحب جلاله الملك، هاد الجمعيات تيخونوا الثقه ديال صاحب جلاله الملك، ماشي يقوموش بالواجب ديالهم اللي هو خصهم الانساني ولا حتى العملي ولا حتى الجمعوي، هاد الناس هادو لا علاقه لهم بهاد الجمعيه، ما عمرهم داروا حتى شي نشاط في وسط السوق، ما عمرهم داروا شي نشاط لا 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 لا, لا, لا مع الناس الخضاره ولا مع شي حاجه، الغرض اللي داروا الوحيد هو انهم تسناو حتى لقيت هاد الاستغلال، راهما استغلوا داو الحوانت، هذا عطاو 7، هذا عطاو 6، هذا عطاو 8، وعاد راه كنخرج واحد التقرير في جريده الصباح مكتوب فيه بان راه كاينه خروقات في السوق، وبغينا يكون بحث، بغيت تفتح بحث عاجلا في داك السوق، لان الناس راه باقا ساكته، راه كاين الناس متضرين وباقي غادي يهضروا، الناس حنا راه من الناس اللي كنا بغيش نهضروا كاع، لان كتسيبونا السيد قائد غتاخذوا حقكم نتوما قدام الناس، راه عندكم حانتكم غتاخذوا، ما شفنا لا حانوت ودابا ملي كتهدوا حتى في العسه يوميا كيهددونا الناس في السوق، كتهضر اللوبي تاعهم تيقول لك شوف يا غتسني التزام على العسه يا ما غتاخذ لا عسه لا سوق لا حانوت. ان شاء الله خويا غنحاولوا نوصلوا الرساله ديالكم كما هي وكما وعاش الملك وعاش ان شاء الله خويا طاقم صوت العداله غنحاولوا نواكبوا معكم هذه الامور، وحنا كما عاهدناكم وعاهدنا جميع المواطنين المغاربه اننا معاهم في السراء وفي الضراء وفي كل ما يخص الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم، وكنتمنوا الخير ان شاء الله، وشكرا لكم، شكرا على الزياره هذه، الله يرحم لكم والدين، شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.